مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وخبر جديد. قبل أيام توجهت نور ستارز لإيطاليا من بعد تلقيها لدعوة من طرف ماركة ماكس مارا العالمية لحضور عرض أسبوع الموضة. فنحن بنعرف أنه أسبوع الموضة هو حدث كتير مهم في عالم الأزياء والفاشن، حيث تقوم مجموعة من الماركات العالمية بإحياء عروض تعرض فيها مجموعة من الملابس الجديدة الخاصة فيها، ويقومون كمان باستدعاء مجموعة من المشاهير من مختلف المجالات والبلدان، من بينهم مغنيين وعارضي أزياء أو حتى صانعي محتوى مثل نور. استدعيت نور ستارز لحضور عرض ماركة ماكس مارا بميلان، وأكيد أخذت معاها عدساتها وكاميراتها وكل معدات التصوير لتوثيق كل لحظة مهمة بميلان لتشاركها لاحقا مع متابعينها على مواقع التواصل الاجتماعي. فاختارت نور إطلالة كتير بسيطة وحلوة بنفس الوقت، فشفناها بجاكيت وردي وفستان أزرق غامق من ماركة لبنجامين، وحقيبة سوداء من شانيل، وحذاء أسود من لوبوتين. حيث شفنا مؤخرا تعلق وحب نور ستارز للموضة والفاشن بآخر صور نزلتها على حسابها على الإنستغرام، حيث اعتمدت لوكات مختلفة ومتنوعة ومنها الغريبة، وكمان تعلقها بالمكياج حيث نزلت كمان عدة صور للوكات مكياج مختلفة. شو رأيكم بلوكات نور ستارز؟ اكتبونا رأيكم بخانة التعليقات.